متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتورة مريم اليازيجي، رئيسة مركز طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد وأستاذة بكلية الطب. الدكتورة مريم مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. متتبعي قناة أنفاس بريس، سنطرح مع الدكتورة مريم اليازيجي مشكلة الإدمان وكثرة يعني الشباب صبحوا يعني مدمنين على مجموعة من المخدرات. أولا بغينا نعرفوا من خلالك، ماشي قبل ما نهضروا على الاسباب، ولكن التشخيص ديالك لهذه الظاهره هذه، علاش المشكل الادمان هو من بين المشاكل اللي موجوده في العالم بصفه عامه، وهو يعني باش الاسباب هي الاسباب متعدده، ما يمكنش نقولوا سبب واحد. من بين الاسباب يعني كاين الشخص، كاين الماده المخدره. قبل ما نهضروا على الاسباب دكتوره، هي التشخيص لابد نقول انا الشباب تاع الجيل هذا، رغم يعني تطور التكنولوجيا الرقمي كذا وتعرف بان المشاكل تاع الادمان وهذا، ولكن كاين واحد الاقبال عليها بالمقارنه مع سنوات الثمانينات ولا السبعينات. هي غير باش نفسروا واحد القضيه، هي ان الشخص مثلا المراهق او الشاب اللي كياخذ المخدر ما كيكونش عنده الهدف هو انه يولي مدمن عليه، يعني في الاول تيكون عنده انه باغي غير يستهلك، باغي غير اون اكسبيريونس، يعني باغي غير تجربه يدير بحال الاصدقاء ديالو، يعني في الاول ما كيكونش باغي يكون مشكله ادمان. اذا من بعد ملي كياخذ الماده المخدره كتقدر هي كيولي ادمان في بعض الاحيان، اللي كيكون هذا الشخص مثلا عنده قابليه للادمان واللي كتخليه انه كيولي هذاك الماده المخدره ما كيقدرش يخدم مثلا بلا ما يستعملها، ما كيقدرش يقرا بلا ما يستعملها، وكيولي هنا انعكاسات كبيره على الحياه ديالو بصفه عامه. يعني الشخص الاول راه ماشي تيبغي الادمان، وبالاخص ان كاين الماده المخدره موجوده، كاين المشكل ديال ان مثلا فيما الاصدقاء المدرسه في اي بلاصه، يعني لونطورا الشهوة تخدم واحد تخدم، لان مشكل الادمان شنو هو؟ كيكون ماده مخدره، كيكون الشخص وكيكون المحيط، يعني التفاعل بين هاد الثلاثه العوامل هي اللي كتعطينا الادمان. اذا الماده المخدره عندها قابليه انها تعطي الادمان عند بعض الاشخاص، لان كتلقى مثلا في المراهقه يعني عدد كبير ديال المراهقين كيستعملوه، ولكن واحد العدد القليل كيولي مدمن. اذا هنا الماده المخدره عندها دور، الشخص بالقابليه ديالو البيولوجيه، بالقابليه ديالو البسيكولوجيه كيكون قابل للمشكله، والمحيط فيه الاصدقاء، فيه المدرسه، فيه الكارتي فين تيسكن، يعني هاد العوامل كلها كتعطينا هاد المشكل في الادمان. هذا هو وشنو الاسباب المؤديه لهذا الادمان، من غير هذا المحيط، من غير العائله، من غير الاسره، شنو الاسباب ولا الدوافع اللي تتخلي هذا الشاب هذا تتجه الادمان؟ اذا انا اول حاجه نفسر شنو هو الادمان، لان كاين المستهلك اللي كياخذ الماده المخدره مره وكيقدر ما ياخذهاش في شهر سيمانه ما عندوش مشكل، وكاين الشخص اللي عنده الادمان. الادمان شنو هو؟ انه الشخص كيفقد السيطره في العلاقه ديالو مع هذه الماده المخدره. اذا ما واخا كيقول لك انا ما غناخذهاش، كيمشي كياخذها، ملي ما كياخذهاش كيكونوا اعراض اقلاع، يعني انه كيكون معصب، مقلق، ما كينعش، كياخذ الماده المخدره رغم انه عنده مشكل مع العائله، عنده مشكل في العمل ديالو، في المحيط ديالو، كيقدر يفقد العمل ديالو، ولا كيكون طرد من الليسي ولا من المدرسه، ورغم ذلك كيبقى يستعمل هذه الماده المخدره. ملي ما كياخذهاش كيحس بانه ما مرتاحش، انه ضروري ياخذ هذيك الماده، وكيزيد في القدر، مثلا كياخذ ان جوان بعد جوج ثلاثه كيصدق ماده كثيره من هذه الماده المخدره. اذا هنا فاش كنهضروا على الادمان، يعني فقدان السيطره في العلاقه مع هذه الماده المخدره، اذا هنا كيكون مشكل الادمان. اذا الاسباب كيف ما قلت قبيله، بان سن المراهقه هو سن كيكون يعني من بين الخاصيات ديالو انه الشخص كيبغي يجرب، كيبغي يدير بحال الاصدقاء، كيبغي الانتماء لواحد المجموعه، الاصدقاء ديالو كياخذوا الماده المخدره تيبغي يدير بحالهم. اذا هنا كيحاول يستعمل الماده المخدره، ملي كيذوقها كيحس بواحد الارتياح، بواحد النشوه، وهنا كيبدا يعاود التصرف، يعني كيعاود هذا السلوك هذا. كيكون ديجا هو عنده مثلا قابليه بعض الاحيان كنقدروا نلقاو اشخاص اللي كيكون مثلا عنده مرض اكتئاب، مرض القلق،
معصب ملي كياخذ هذيك الماده المخدره كيحس بانه كاين واحد الحاجات الايجابيه اللي خداها من هذه الماده المخدره، وكيكون هذه القضيه ديال انه المراهق هو اللي كيستعمل هذه الماده في هذا السن، كيكون انه الدماغ ديالو باقي ما في طور النمو، وملي كتدخل هذه الماده المخدره للدماغ ديال المراهق كدير تغييرات اللي كتخلي انه كيولي بحال محتاج للماده المخدره باش يكون بحال الناس الاخرين. ولكن كاين بعض الحالات اللي تيتجاوزوا داك السن المراهقه عاد تيتجهوا للادمان، شنو السبب في هذا الشيء؟ اذا هنا كاين واحد العدد ديال في اغلبيه الاحيان كيبدا المشكل الادمان في المراهقه، وكاين الناس اللي كيكون شاب ولا راجل عنده يعني 30 40 عام وكيكون هناك ادمان. هنا كيكون كما قلنا قبيله بان المحيط ملي كيقدر يعطيه ديك الماده في سن مبكر كيستعملها، ملي كيكون مثلا ما تعرضش المحيط ديالو ما عطاش هذاك ما خداش الماده المخدره كيقدر يكون علاقه بها يعني في سن الرشد ولا من بعد. وكيكون بعض الحالات ماشي كثيره ولكن كاين بعض الحالات اللي كياخذ هذيك الماده المخدره لانه يا اما ما كاينهاش يا اما عنده حاله اكتئاب يا اما حاله قلق، وكيحاول يعالج هذا المرض النفسي بهذه الماده المخدره. يعني تيكون واحد المرحله فقد شي حد عزيز عليه كيقول بغيت انا ناخذ غير باش نعس مثلا، غير باش نرتاح، غير باش ننسى. بعض الاحيان كيقول بعض الاشخاص كيقولوا لك بغيت غير ننسى. يعني الظروف الاجتماعيه تتكون هي مؤديه الى بطبيعه الحال الاجتماعيه النفسيه المحيط يعني هي المشكل. الادمان ما عندوش سبب واحد، اسباب كتكون تفاعل بيناتها واللي كتعطينا الادمان. هذا هو دابا نحطوا واحد السيناريو دكتوره، واحد الوليد في سن المراهقه ولا مدمن، كيفاش الاسره خصها تتعامل مع الظاهره؟ هاد نقطة مهمة ديال الأسرة، لأن الأسرة المشكل كبير، لأن بالنسبة لها تيكون مشكل الإدمان، حنا كنهضرو مرض إدمان، لأنه هو مرض، ملي كيكون المرض يعني كيكون هاد الأعراض اللي شرحت لها قبيلة، كيكون فقدان السيطرة، هنا كيولي مرض. العائلة كتحتسبها بأنه غير تسارة، مثلا كتقول له خصك تحبس، ما خصكش تاخد المادة المخدرة، هو في المرض ما كيقدرش يحبس، ما كيقدرش داك السلوك يولي كما قلنا كيفقد السيطره، هو فاقد السيطره على هذا السلوك. اذا هنا العائله اول نقطه هي خصها تفهم المرض، هذا هو المهم انها تفهم بانه مرض، بانه ماشي خايب، ماشي داسر ولا ما باغيش يحبس، ولكن واش العائله مؤهله للقيام بهذا الدور هذا؟ هذا هو الحاجه اللي كنحاولوا نقوموا بها مثلا في مركز طب الادمان بمستشفى الجامعي ابن رشد، كنحاولوا ان نديروا لقاء مع العائلات مثلا المرضى اللي كيكونوا عندنا في المستشفى، كنشرحوا لهم شنو هو المرض، لان الاسره يعني مهمه بزاف في العلاج، لان ملي تيتعالج مثلا وكيرجع للدار وكيبقى واحد الاسره اللي كتبقى تقول ليه انت شمكار، انت ما بغيتيش تحبس، انت خايب، هو راه حابس ديجا، راه غادي ترجع كيتعطل مثلا في الليل، كتجي الام ديالو كتقول ليه عاود خديتي. دونك هاد الشيء هاد العوامل كلها كتخلي، وهو الشخص اللي مثلا عنده مشكله ادمان محتاج ثقه في نفسه، هو ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش ثقه في القدرات ديالو، الى العائله حتى هي ما عطاتوش هاد الثقه وما حاولاتش تنمي القدرات ديالو يعني العلاقه مع نفسه، كيكون صعيب في العلاج. دونك العائله مهمه في العلاج. يعني العلاج خاصو تكون العائله، خاص يكون الطبيب، خاص يكون اصلا الشخص اللي مصاب بالادمان، هذه كلهم تيتشاركوا في مساله العلاج. طبعا الحال الشخص خاص يكون عنده رغبه في الاقلاع، هذه نقطه مهمه، ولا غير رغبه بانه يكون باغي يحبس واخا ما قادش يكون باغي، هذا هو المهم. نقطه كيسهل علينا العلاج، هدف العلاج كيكون اسهل، كيكون انه تيجي مثلا الحصص، كيكون متابعه ديال الحصص العلاجيه، كاين هناك طلب كنعالجوا بالادويه، كاين ادويه، كاين. والحاجه المهمه في العلاج هي اللي كنسميو العلاج السلوكي المعرفي، لان كان الشخص كيحبس مثلا، ولكن المشكل ملي كيخرج للمحيط كيبقى نفس المحيط، انه مثلا كاينه الماده المخدره في راس الدرب مثلا، الاصدقاء ديالو اللي كانوا صحابو كياخذوا الماده المخدره، اذا هنا كاين بزاف د العوامل اللي كتخليه يقدر يرجع للماده المخدره. اذا هنا كنحاولوا اننا نعملوا معاه على هاد العوامل كلها، كيفاش يتعامل معها، كيفاش يتجاوب مع المحيط ديالو باش ما يرجعش للادمان. واش ندير رؤوس الاقلام تاع الخطه هذه مثلا؟
واحد السيد تيسكن في واحد الكارتي اللي فيه هاد المشكل تاع المخدرات وهو بغى يقلع الادمان. شنو اهم الخطوط العريضه؟ اهم الخطوط العريضه اولا انه يكون ملي كيكون باغي كيعاوننا ان مثلا كنقول لا مثلا انا غادي نخرج نلقى الاصدقاء ديالي كياخذوا الماده المخدره كنشم الريحه هذا كيخليني اني غنمشي غنقدر ناخذ. اذا هنا كنشوفوا معاه لان في العلاج الادمان ماشي الطبيب ولا المعالج هو اللي كيعطي كيقول ليه ها شنو خصك دير. كنحاولوا معاه كان حوار انه كيلقى الحلول كنلقاو الحلول جميع يعني كيقولنا مثلا انا غنحاول لقيت الاصدقاء نقول لهم السلام ونمشي بحالاتي مثلا غادي نشوف نقلب على الاصدقاء اللي كانوا شحال هادي وما كياخذوش الماده المخدره غنحاول ندير انشطه غنحاول نشغل وقتي ما نجيش ما نوقفش مثلا. كاين بعض الاشخاص كيقول لك مثلا انا المشكل عندي ملي كنمشي للقهوه كنجلس مثلا هو كان اقلع على التدخين مثلا كيقول لك غنمشي غنشم الريحه. اذا هذا عامل من بين العوامل اللي كيخليني غنرجع للسيجاريت. اذا هنا كنقول شنو الحلول؟ الشخص هو كيلقى الحل كيقول لك غنمشي مثلا غنمشي ما غنجلسش بزاف غنمشي لواحد البلاصه اللي ممنوع التدخين. يعني بحال الشخص كيدير مجهود كيلقى معانا الحلول هذا هو المهم في العلاج. بالنسبه للحالات اللي تجي عندكم المركز تاع الطب لمحاربه الادمان يعني واش هي النوع تاع الطبقات؟ واش هي طبقات فقيره طبقات غنيه متوسطه؟ جميع الطبقات يعني جميع الطبقات كتجي بطبيعه الحال الاشخاص اللي ما كيقدروش الطبقات الفقيره ما كيخلصوش كاين لوغاميد والاشخاص الاخرين كيخلصوا يعني جميع الطبقات ما كاينش طبقه معينه اللي تجي. وعلى مستوى الادمان المخدر النوع تاع المخدر واش كاين شي اختلاف حسب المناطق؟ يعني ما يروج وما يشاع ان مثلا المناطق الراقيه فيها الكوكايين كذا المناطق اللي شويه فقيره فيها الحشيش واش كاين كاين شي دراسه في هذا الشيء هذا ولا غير تبقى غير لا هي بالفعل ان يكون مثلا الناحيه الماديه كتلعب دور كبير في تناول الماده المخدره لان مثلا الكوكايين كياخذوها الاشخاص اللي ميسورين. ولكن حاليا ولينا هاد التفريقه ديال ان الميسورين مثلا كياخذوا المواد مثلا اللي شويه غاليه الكوكايين لان من بعد اش كيوقع انه في الاول كيكون كياخذ ماده مثلا غاليه من بعد كيفقد العمل ديالو كيفقد كيولي كيخصو ياخذ ماده ارخص. ولاحظنا بعض الحالات اللي كيكون مثلا كان كياخذ لاكوكايين من بعد كيبدا يزيد الحشيش كيزيد الاقراص كيزيد من السيليسيون. يعني في بعض الاحيان كيبدا بواحد الماده ولكن هذيك الماده تقريبا كيكون كيدير فايت كيفقد العمل ديالو المردود ديالو كيصدق انه كيقدر يمشي ياخذ ماده اخرى باش يبقى بداك في الحالات الادمان اللي كان فيها قبل. بالنسبه كاينين المراكز اللي تتحارب الادمان على مستوى مدينه الدار البيضاء المراكز اللي اجتماعيه واش كاين شي تنسيق بيناتكم نتوما؟ بطبيعه الحال لان في الدار البيضاء المركز الاستشفائي الوحيد هو مركز طب الادمان بمستشفى بن قروش. يعني الحالات اللي كتحتاج انها تبقى في المستشفى كيصيفطوها لنا وكيكون بطبيعه الحال التناسق بيناتنا. هما كاين لي سونتر اخرين كاين غير لا كونسلطاسيون كاين غير الاستشفاء الخارجي ماشي لوسبيتاليزاسيون. بالنسبه للموارد البشريه عندكم نتوما واش كافيه ولا خاص تعزيز؟ بالنسبه للمركز انا نهضر على المركز يعني كاين المواد البشريه كاين لي زانفيرميي لي ميدسان. وبطبيعه الحال المشكل الادمان على الصفه العامه محتاج ان تكوين لان المشكل الكبير هو ان المشكل الادمان كيشوفوه الاطباء جميعا يعني ماشي غير الطب النفسي او الاطباء المتخصصين في طب الادمان. اذا هنا طبيعه الطب العام طبيب العام طبيب متخصص لان اللي عنده شخص مشكل ادمان مثلا كيقدر يشوفوا الطبيب متخصص في الجهاز التنفسي في الجهاز هذا الغاسترو يعني الجهاز الهضمي. يعني تكوين جميع الاختصاصات اللي كتخلي ان اي شخص بامكانه ياخذ هذا المريض اللي عنده مشكل ادمان زائد على المشكل العضوي. اخذك صوره كسؤال اخر نصيحه منك لاي اسره عندها واحد مدمن ولا جوج في العائله ديالها كيفاش خصها تتصرف مع هذا؟ من غير داكشي اللي قلتي في الاول دونك الحاجه المهمه هي ان اللي ما هضرناش عليه هو المشكل ديال الانتكاسه لان الشخص اللي عنده مشكل ادمان كيقدر يكون هناك كيحبس وكيقدر يرجع
إذا في هذه الحالة هذه بأنه هو ماشي خايب، بأنه المرض فيه هذه مشكلة الانتكاسة. دونك هذه نقطة مهمة. إذا ملي كيكون شخص في العائلة أو جوج أشخاص عندهم مشكلة الإدمان، العائلة خصها تعاونه بأنه يطلب، لأن بعض الأحيان ما كيبغيش يطلب مساعدة، ما كيبغيش يمشي عند الطبيب مثلا. إذا حاجة مهمة أنها خصها تعاونه باش يطلب المساعدة، بأنها توريه بأنها راه معاه، راه عارفة بأنه المشكل هو ما باغيش ولكن صعيب عليه، ويحاولوا يعاونوه باش يطلب المساعدة من الطبيب متخصص باش يعاونوه. والحاجة المهمة هي الوقاية، الوقاية قبل. احنا المهم عندنا هو ان هاد المراهق ما يوليش مدمن، هذا هو الاهم. لان ملي يولي هناك مشكل ادمان، كاين العائله كتكون معاناه، العائله معاناه ديال الشخص نفسه، معاناه ديال المجتمع، يعني معاناه الجميع. اذا هنا الوقايه الاولى اللي هي ان هاد الوقايه كتبدا من الطفوله. الطفوله كيفاش الطفل يمكن يقول لا، انه بعض الاحيان ما كيكونش باغي ياخذ الماده المخدره، اصدقاء ديالو تيقولوا له هاك لا خصك انت دير حتى يدير بحالو. اذا كيفاش يقول لا، كيفاش يكون عنده الثقه في نفسه، ثقه في نفسه اني ما بغيتش الحاجه ما غنديرهاش، انا هكذا اصدقائي خصهم يبغوني ما كناخذش مثلا. كيفاش بالنسبه للاحساس ديالو لي زيموسيون، يعني كيفاش يهضر عليهم، كيفاش الا كان عنده مثلا حاس براسو مقلق مضيوم يهضر عليها. لان في بعض الاحيان كيكون الشخص اللي كياخذ الماده المخدره كيكون حاس براسو حزين او مقلق، كيقول غناخذ هذه الماده باش تريحني. اذا هنا بان كاين احساس يهضر عليه يتكلم عليه كيفاش يعالجه، هذا مهم. ان الوقايه كتبدا من الطفوله، واللي كتخلينا اننا نحاربوا الادمان بصفه عامه. بطبيعه الحال كاين العوامل الاخرى اللي هي المحيط ديال الشخص اللي خاص ما يكونش فيه المخدرات، هو كيفاش كذلك القدرات ديالو، انه نقدر مثلا نتحكم في راسي، نقدر مثلا واخا يكون مشكل نقدر نحله، كيفاش يمكن لي حل المشاكل. لان بعض الاحيان كيكون مشكل ما كيقدرش يحلوش، كيدير كيقول غناخذ الماده المخدره باش ننسى، الوغ كاينين حلول. دونك هادو كلها نقاط مهمة اللي غتقدر يعني تحارب لنا مشكل الإدمان من الجدر ديالو ما يتخادش. شكرا دكتورة على قبول الدعوة. متتبعي قناة ألفا سبريس، معالجة الإدمان يحتاج أولا الإرادة القوية، وثانيا دور الأسرة دور مهم في هذا الإطار. شكرا جزيلا.